الحمد لله، الحمد لله العليم الحليم، الودود الغفور، الغني الكريم، الذي جعل الأدب الشرعي عنوان التوفيق، ومن به على من شاء من عباده فهداهم إلى جميل الأخلاق، وأكمل الآداب، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا وأعلاهم أدبا، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وأثنى على خلقه ووصفه بالعظيم ليقتدى به، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وأهل التقى إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، أيها الناس، فقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات والألفاظ القليلة الموجزة التي تحوي المعاني والمسائل العديدة. ولو نظرنا إلى غالب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الألفاظ لوجدناها قليلة موجزة، ولو نظرنا إليها من جهة المعاني والفوائد والمسائل التي تستنبط منها وتستخرج لوجدناها كثيرة جدا. فأعطي جوامع الكلم حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أحد أصحابه رضي الله عنهم فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد جمع هذا الحديث النبوي ثلاثة أشياء: الأول معاملة العبد مع ربه سبحانه وكيف تكون، وقد جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والثاني معاملة العبد لنفسه إذا قصرت في جنب الله تعالى، وقد جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والثالث معاملة العبد مع الناس وكيف تكون، وقد جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، معناه افعل ما أمرك الله به وأوجبه عليك، واجتنب كل ما نهاك عنه وحرمه عليك في السر والعلانية، حيث لا يراك الناس وحيث لا يرونك، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. وقد قال قتادة بن دعامة وهو من التابعين واعظاً لمن كان في قلبه حياة: والله إن عليك يا ابن آدم لشهوداً من ربك، فراقبهم وآثر الله في سرائرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فجميل جدا إتيانه بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، لأن المؤمن الذي يتقي ربه لا بد أن يقع منه تقصير في حق ربه أو حق نفسه أو حقوق المخلوقين، لأن كل ابن آدم خطاء. فأمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع هذا التقصير وهذا الزلل ويمحوه، وذلك بأن يتبع السيئة بالحسنة لتمحوها. والحسنة هي كل عمل صالح يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله
وقد قال عز وجل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصح أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، فأول الخلق الحسن أن تكف عن الناس أذاك من كل وجه وتعفو عن أذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القول والإحسان الفعل. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل وحاكم ومحكوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله ليبغض الفاحش البديء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود على كل حال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك الجبار الذي هو على كل أفعالنا رقيب، وباتباع أوامره بلا تسويف ومعاندة، فإن أجل الله قريب، وبالكف عن عصيانه قبل أن يدركنا عذابه المصيب، وتمتعوا بالعمل الصالح قبل أن تمنعوا، وقد أتاح الله لكم المهل والفرص، وأنذركم شدة بأسه فحاذروه، وأنيبوا إلى ربكم وراقبوه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأغضبوه، فانتقم منهم حين خالفوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صلى الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الخوف والجوع والتشرد، وارفع عنهم الأوبئة والأمراض، واعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وجميع أهالينا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وعمله ورزقه وصحته، ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة تفسح له بها في قبره وتنعم في جنتك. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، إنك سميع الدعاء. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله، وأقم الصلاة.